لازم باش يعني ندرس كل الانشغالات والعرائض اللي قد كان المتعاملين الاقتصاديين يقدموها للوزارة. يعني كانت منهجية عمل مضبوطة ومسطرة. يعني احنا لما انتهينا من الاشغال مباشرة تم عرض الملف على الحكومة وكنشوف اصدر اليوم. يعني باش نأكد مرة اخرى ما فيش تأخر ولا يعني خوف من الاخطاء. اخذنا الوقت الكافي لاجراء مشاورة وطنية مع مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف.